وننتقل لمتابعة جانب من إحاطة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريليو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. لا يجب إعادة التفاوض حول أشياء تم تعريف الشعب السوداني بشأنها. كانت هذه أشياء تم التفاوض عليها من قبل، ولكن يجب أن نكون مستعدين لإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني، خاصة بالشباب الذين يشكلون أغلبية البلاد، وأيضا يجب أن نكون جاهزين لهذه الفرصة. دور اللاعبين في الخارج تم التكلم عنه فيما يتعلق بمن يزعزع الاستقرار ومن يحاول جلب الاستقرار. من الصعب أن ندافع عن تصرفات أو هذه التصرفات وفصلها عن التصرفات الاقتصادية. أريد لك أن تقول بوضوح من هي الدول التي تعمل على جلب الاستقرار ومن هي الدول التي تزعزع الاستقرار في السودان اليوم؟ أنا لم أجب على جزء من سؤالك، لا أريد أن أبدو وكأنني أتجنبه. تفضل بإيجاز لو أردت، ولكن أريد الجواب. من ناحية الدروس التي تعلمناها من جمهورية الكونغو، هناك دروس إيجابية وسلبية. أنا قلت هذا النزاع بدأ يبدو مثل نزاع التسعينيات، هناك الكثير من المجموعات الإثنية في السودان وأيضا في البلدان المجاورة. هذا النزاع قد يصبح يتميز بالعنصر الإثني، وهناك عناصر تزعزع الاستقرار في كل بلد. أحد الدروس، يجب أن ننهي هذه المسألة قبل أن نصل إلى نقطة تكون فيها أكثر من طرفين في النزاع، ربما 8 أو 9. ثم هناك المستقبل الخاص بأولئك الذين يقاتلون، كيف يمكن أن ندمجهم في القوات المسلحة والعثور على فرص اقتصادية تشعر أو تشعر الناس بأنهم جزء. وهنا يجب أن يكون هناك مسار واعد وأن يتمكن الناس من الاستمرار في تحديد الولاءات. هناك الكثير من الدول في إفريقيا، من كينيا إلى مصر، بناءة في تعزيز أهمية إنهاء الحرب. هناك دول تشاطر السودان الحدود ويمكن التواصل فيما بينها، وهذه الحرب يمكن أن تستهلك الجميع، بالإضافة إلى الحجج الإنسانية وحجج حقوق الإنسان التي استخدمناها لإنهاء هذه الحرب. يجب أن تأتي مبادرات أيضا من الكثير من اللاعبين، ورأينا الإيجاد تلعب دورا بناء وتحاول أن تكون في مقاربتها متعددة الأطراف. السعوديون استضافوا المحادثات ولعبوا دور المسهل لتمكين الطرفين من التفاعل فيما بينهما، ونأمل أن تكون هناك المزيد من التفصيلات المتعلقة بهذه المحادثات. أيضا بعض أفعال الأمم المتحدة كانت إيجابية، كان هناك محاولة الوصول إلى قرار لوقف إطلاق النار، ونحن بالتأكيد شعرنا أن عدد من الدول في المنطقة كانت تصب الزيت على النار في مناطق معينة، وهناك توثيق لدور الإمارات، وهناك تساؤلات حول دور إيران وجهات أخرى. ومن المهم أن يفهم الناس أن هذه ليست فرصة لزرع أسافين. تكلمت عن دولة الإمارات، لماذا يهتمون بهذا الوضع؟ نستطيع أن نناقش هذا، ولكن ما يجب أن يحفزهم هو أن هناك تداعيات سلبية على المنطقة لما يحدث في السودان،
وهم لهم مصلحة في المنطقة. هناك عناصر إسلامية متشددة تحب أن تستغل الدولة الفاشلة، وستكون هناك تداعيات للمذابح التي تقوم بها قوات الدعم السريع. من ناحية الحوافز نستطيع أن نتحدث عن هذا، ولكن الشيء الواضح هو أنهم التزموا بمحادثات السلام والتفاوض بنوايا صادقة، ونعتقد أن بالإمكان الوصول إلى نقطة يمكن أن يكونوا شركاء في الحل السلمي. لا تريد أن تقيم مبرراتهم؟ عدا حقيقة أننا نفهم أن الكل في المنطقة له مصلحة في الاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلاد. ربما هناك نسخ اقتصادية مختلفة تتعلق بكيفية تحفيزهم، ولكن هذه كلها لن تستفيد من حرب مطولة. يجب التأكد، وهذا وصل إلى عدد من اللاعبين، أن الكل يستفيد من السودان المستقر ولا أحد يستفيد من انهيار السودان. شكرا جزيلا لعملك ولفريقك. السناتور كين، يسرني أن أراك مع الآخرين في هذه اللجنة. نحن طلبنا منذ فترة طويلة بإنشاء موقع أو منصب لمبعوث خاص، لأن العالم لم يكن يركز بما فيه الكفاية على هذا الصراع، ونحن لابد من أن نعزز من دورنا لنكون جزءا من الحل. سرني في نهاية المطاف أن قررت الإدارة خلق هذا المنصب، وأنت الصديق منذ فترة طويلة ومع خبرتك تقوم بهذا العمل بتميز، وأنا ممتن لتسميتك. وأتكلم عن الكثير من الزملاء بمن فيهم السناتور وورنر الذي طالب بإنشاء هذا المنصب. لدي بضعة أسئلة لك. أعتقد أن الزملاء طرحوا أسئلة ملائمة لوضع إطار للتحديات. أما أنت، هناك ملاحظة أولاً. فيرجينيا فيها شتات مهم من السودان ومن عدد من الدول الإفريقية، وما رأيته في الماضي عند التعامل مع الشتات، لنقل مثلا من إثيوبيا، فإن آراء هؤلاء مختلفة. البعض يدعم الحكومة المركزية والبعض يدعم التيغراي. هناك انقسامات ضمن الشتات. أما فيما يتعلق بالسودانيين في فيرجينيا، لا أرى انقسامات في الآراء. هم يعتقدون أن الجيش وقوات الدعم السريع اختطفتا المسار المدني السلمي في البلاد، وبالتالي هم يدعمون عملية سلمية في السودان. وأنا أرحب بهذا الموقف من قبل السودانيين الذين يحافظون رغم وجودهم هنا على علاقات وطيدة مع البلاد. ونحن طلبنا مجددا بمنصب المبعوث، ورحبت باختيارك من قبل الوزير بلينكن. هل لديك كل ما تحتاجه فيما يتعلق بفريق العمل والقدرات للقيام بعملياتك؟ شكرا سيناتور. أشعر بأنني حظيت بدعم قوي من وزارة الخارجية والوكالات المختلفة والوزير، وسأعود إلى هذا. بالنسبة لمواطني المهجر، ولأنني أرى نفس الشيء مع المدنيين السودانيين في المنطقة، الكثير منهم موزع ما بين نيروبي وعواصم أخرى، وهذا لن يدهش أي منكم. لو نظرت على تويتر وفيسبوك لاعتقدت أن الناس منقسمين على أنفسهم حول مسائل سياسية، ولكن عندما تتحدث مع الناس والاستطلاعات تظهر هذا، هناك إجماع
لا يصدق في أوساط السودانيين بشأن الرغبة في إنهاء الحرب، وأعتقد أنه حتى بالنسبة للتساؤلات الأخرى مثل عدم رغبة رؤية سياسيين فاسدين يصلون إلى السلطة، هناك أسئلة تتطلب سنوات كي يناقشها السودانيون، وهذا هو الشيء المناسب الذي يحدث في الديمقراطية التي يأملون الوصول إليها. هناك تساؤلات، ولكن لا يوجد خلاف حول موضوع إنهاء الحرب والعودة إلى انتقال مدني ووجود جيش مهني، ويكون داخلا في العملية. هم فخورون أو يريدون أن يفخروا بجيشهم مثلنا، وهذا يتطلب سنوات كما تطلب سنوات لعمل قيادة مشتركة هنا. أعتقد أننا نرى هذا في أوساط مواطني المهجر، وهذا الإجماع كان قويا في أوساط النساء السودانيات. رأينا هذا عبر تحالفات مختلفة في المنطقة وخارجها، وهذا جزء أيضا أساسي من لجان المقاومة التي ساهمت في إسقاط البشير، ورأيت هذا في تنظيمي أنا لاجتماعات في المنطقة، ليس فقط مع المجموعات التي تأتي ولديها أجندة. وكانت هناك أصوات رائعة انضمت إليها، ليندا جرينفيلد ونساء سودانيات، وهذا يعود إلى أن النساء والفتيات تحملن الكثير من الفظائع، خاصة استخدام الاغتصاب كسلاح من أسلحة الحرب، ثم هناك المجاعة والنزوح. أعتقد أن مواطني المهجر لهم دور مهم يلعبونه. ونعود إلى نقطة السيناتور، أن هذا مجتمع محلي يود العودة إلى السودان لأنه استثمر هناك في البشر وفي غير البشر، وأنا فخور من عددهم في فيرجينيا، الناس من السودان، وأيضا هذا شيء أو هذا صوت يمكن أن نزيد من قوته. وهناك رسالة قوية للمضيفين السعوديين والمحادثات، وهي أن أساس المفاوضات يجب أن يكون ما قال عنه السودانيون بأنه الإطار. الرئيس أن يطرح أسئلة أيضا، هل يمكنك أن تجيب؟ لديك الموارد الكافية؟ نعم، أنا تقريبا أسافر في كل يوم، وهذا عمل كثير بالنسبة لقسم لا يحظى بالتمويل الكافي. يجب أن نكون مستعدين إذا حدث أي انهيار أو أي اختراق. الوزير مستعد للانخراط مباشرة في هذا الموضوع على أعلى المستويات. شكرا سيدي الرئيس، شكرا لهذه الأسئلة ولدورك في دعم المبعوث الخاص. السيد المبعوث الخاص، طرحت الكثير من الأسئلة عن الفاشر، هل هناك تخطيط في هذا المجال لو كان هناك هجوم شامل وأزمة إنسانية أسوأ من الأزمة الحالية؟ لو حصل الهجوم المتوقع، ما الذي يمكننا أن نساعد فيه؟ أنا لا أعتقد أن لدي إجابة جيدة لهذا السؤال. نحن نركز على منع حدوث ذلك، ونستخدم كل قوانا لمنع حدوث ذلك، والمؤشرات هي أن مجموعات المساعدة المختلفة تحاول أن تكون مستعدة لما يمكن أن يحدث من تدفق للاجئين إلى تشاد ومناطق أخرى. نحن أو إحدى الاختلافات عن دارفور قبل 20 عاما هو أن هناك الكثير من المناقشات حول آليات حماية المدنيين
وهناك قوات حفظ سلام، ولكن لا أعتقد أن بإمكاننا أن نساهم مساهمة كبيرة. نقوم بمحادثات، وهذا سبب يدعونا لمنع حدوث ذلك، وعلينا أن نكون أكثر استعدادا. ما الذي نفعله لتوثيق الفظائع التي ترتكب؟ طبعا نريد أن نحول من دونها، ولكن لابد من توثيقها لتكون هناك محاسبة. وتكلمنا سابقا عن فرض العقوبات على أفراد محددين، طالما أن ليس هناك من آلية للردع أو للمحاسبة. ونريد أيضا من الفريقين وضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية والتوقف عن ارتكاب الفظائع. ما الذي نفعله وما الذي يجدر أن نفعله نحن واللاعبون الآخرون؟ أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن يعزى لها الفضل لدعمها أكثر من 100 من منظمات المجتمع المدني، والتي كانت تقوم بأعمال الإغاثة الطارئة إلى التوثيق. ويمكن أن تتخيل أننا نحتاج إلى الأدلة قبل أن نقوم بفرض العقوبات. أيضا نقوم بتوثيق الانتهاكات من منظمات عالمية وأيضا من داخل السودان، ونحاول التأكد كما كان الحال في الماضي أننا نوثق قدر المستطاع. ونعرف أنه نتيجة للانقطاع في الإنترنت واحتجاز ممثلين عن المجتمع المدني، لا تتوفر لدينا دائما سجلات كاملة. هذه الحرب لا نعرف بالضبط عدد الناس الذين قتلوا، ذكر 15 إلى 30 ألف، ونحن نستخدم وسائل مختلفة للتوثيق لمعرفة التداعيات. مرة أخرى، الناس كانت تعمل في ظروف صعبة جدا، ولهذا السبب مهم بالنسبة للولايات المتحدة ودول أخرى التي تدعم جهود المجتمع المدني بطرق عديدة، تشمل توصيل المساعدات وقضايا مثل جهود المصالحة المحلية. وإحدى الأشياء التي نعرف أن بالإمكان عملها هي إعادة الناس إلى بيوتهم المدمرة، ومعرفة الشخص الذي قام بالتدمير. علينا أن نفكر في جهود المصالحة والمحاسبة أيضا، والاستمرار في دعم الجهود الخاصة بالتوثيق. سيناتور فان هولن تكلم عن الزيارة التي قمنا بها هو وأنا إلى السودان وكينيا والإمارات. كان هناك تقدم حثيث، وأنا قمت بكل ما في وسعي لمساعدة الثوار السلميين، وكذلك كل المنظمات التي كانت تعمل من أجل الديمقراطية ومجموعات النساء وغيره. والبعض انتقد عملية الحوار بأنها تركز فقط على القوتين المسلحتين من دون محاولة العودة إلى المدنيين والمسار نحو الديمقراطية الذي عملنا بجد للتوصل إليه. ما الذي يمكن أن نفعله أكثر مما فعلنا؟ ترى أن لجنة العلاقات الخارجية مهتمة جدا في هذا الإطار، ولدينا أعضاء من الحزبين. كيف يمكننا أن نساعد وأن نعزز قدراتك وقدرات الولايات المتحدة الأمريكية في التفاعل مع لاعبين غير الفريقين العسكريين للعودة إلى مسار ديمقراطي؟ شكرا. أي جهد يظهر أن هذه اللجنة
تسمع أو تستمع إلى أصوات السودانيين وتظهر وحدة الشعب السوداني ورغبته في عدم السماح للاعبين السيئين أن يعودوا وأن يزرعوا الانقسام. الأسئلة الخاصة بمستقبل السودان مهمة، وأود أن أرى المزيد من الدول تنضم إلينا في موضوع العقوبات، وأعتقد أن هناك ازدياد في الاهتمام. وبالإضافة إلى المناصرة التي قمتم بها، رأينا تعيين مبعوث للأمم المتحدة، ورأينا طاقم خاص بالسودان، وأنا التقيت بثلاثة منهم، وهناك مجموعة جادة وقوية من الناس ولديها الخبرة، وسنستمر في بناء ذلك. أعتقد أن هذا يعود إلى شيء أود أن أؤكد عليه من ناحية الاستراتيجية، وهي أن لدينا جنرالين يمكنهما إنهاء الحرب غداً إذا أراد ذلك، ويجب أن يكون هناك ضغوط اقتصادية ودبلوماسية عليهما للوصول إلى الاتفاق. كيف نضمن شكل السلام؟ ونتيجة للأسباب التي ذكرتها، فنحن لا نحتاج أن نحل كل مشكلة يواجهها السودان. هذا عمل الشعب السوداني، والاندفاع في الوصول إلى الحل لن يخدم القضية. علينا أن ننظر على النقاط التي تنهي الحرب والبدء في الانتقال المدني. لقد تعلمنا من دروس الماضي. لو سمحت، الأسلحة والذخائر ما زالت تتدفق إلى السودان، هي دولة فيها 50 مليون شخص، وبالتالي هناك تدفق مستمر جواً وبراً، أسلحة يقدمها لاعبون من الخارج. نحتاج إلى إدخال المساعدات الإنسانية بكميات أكبر بكثير، ونحن في السنة المالية الماضية أنفقنا ملايين الدولارات لتقديم المساعدات الإنسانية داخل السودان، ونحتاج إلى المزيد هذه السنة. وأنا أرحب بإدماج 9 مليارات دولار في المساعدات التي تم تمريرها مؤخرا، ولكن لو أردنا أن نحاسب اللاعبين في الداخل وفي الخارج الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية ويقدمون المساعدات العسكرية، ما الذي يمكن أن نفعله لنمنع عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وكذلك تقديم المساعدات العسكرية؟ دعني أتحدث قليلاً عن موضوع المساعدات ثم أتحدث عن حظر السلاح. هذه الأموال لم تخصص للسودان، وسيكون مفيداً بالنسبة للشركاء أن يفهموا الأولوية التي نعطيها للسودان، وأن السرعة ضرورية. كانت هناك تعهدات من الشركاء في باريس، ولكننا نتحمل العبء الأكبر. هناك شيء أن تتعهد بالمال، وشيء آخر أن ترى الطعام والدواء يصل إلى المحتاجين. نتوقع أن تترجم التعهدات إلى نتائج على الأرض وبسرعة، هذا مهم. بالنسبة لحظر السلاح، أعود إلى بعض الأشياء التي قالها ريتش. هذا غير قانوني، غير أخلاقي، ويجب أن ينتهي. هناك قانون في ظل قانون حظر السلاح، وهذا شيء نتحدث فيه عن نتائج انتهاك هذا القانون. تحدثنا مع الاتحاد الإفريقي، وهذا شيء يؤثر على الكثير من الدول الأعضاء، ورأينا تصريحات مهمة من عدد من القادة الأفارقة بشأن أهمية تنفيذ هذا الحظر. أعتقد أن هذا شيء مهم جدا، وكما قلت لا يوجد أحد يستطيع أن يدعي عدم المعرفة. هذا شيء موثق في الفضاء العام، وما تفعله أنت لو أنت ترسل
أسلحة إلى مجموعة معينة. أعتقد الرسالة الآن هي الحاجة لاحترام القانون الإنساني الدولي. أنا طرحت قانون الديمقراطية في السودان في العام 21، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة العسكر لعرقلة المسار الدبلوماسي، وأتمنى أن تكون القوانين المقترحة ستساعد في جهودك. ما الذي تتوقع من قانون يسمح بالمحاسبة؟ أعتقد أن الكونغرس الحزبين كان واضحان بالنسبة للتداعيات الخاصة والعواقب الخاصة بمن يرتكب الفظائع. الشعب السوداني شعر في أحيان كثيرة في هذه الحرب أنه لم يكن مرئياً. توفير التمويل للمجتمع المدني والمساعدات الإنسانية، وأيضاً التحاور مع مواطني المهجر ضروري والمفتاح. والشيء الأهم هنا، وأنا أفهم لماذا بعض الناس يشككون في ذلك، لأنه ليس لدينا رفاهية عدم امتلاك الأمل أو الاعتقاد بأن هذه المشكلة لا يمكن أن تحل. هذا الشيء يمكن أن يحل غدا إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى اللاعبين الأساسيين في الداخل والخارج. لا يمكن أن نقبل فكرة أن هذه الحرب ستستمر. علينا أن نبني الإرادة والنوايا الطيبة في المنطقة من خلال رفع التكلفة، وأن نكون مستعدين لبناء سودان مسالم. دولة من 50 مليون شخص فيها الملايين من اللاجئين داخليا، خطر المجاعة هو من أسوأ النزاعات التي رأيتها حتى مقارنة بليبيا أو باليمن والمجتمع الدولي. إذن استمعنا إلى هذا الجانب من كلمة المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريليو أمام